والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يا جماهير شعبنا الأبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خضم تطورات الوضع الإقليمي والمحلي المرتبط بثورة شعبنا المجاهد في البحرين، فإن القوى الثورية المعارضة ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير، تيار الوفاء الإسلامي، حركة أحرار البحرين، حركة خلاص، تيار العمل الإسلامي، حركة حق، تود التأكيد على عدة نقاط هامة. أولاً، ندعو للاستمرار في تصعيد الحراك الثوري وتفعيل المقاومة المشروعة في سبيل دحر قوات الاحتلال السعودي، والتمسك بمبدأ الدفاع المقدس عن الأعراق والمقدسات من بطش الكيان الخليفي المجرم ومرتزقته، وذلك ضمن الحق المشروع والأصيل الذي كفلته كافة الشرائع والقوانين الدولية. ثانياً، إن استمرار احتجاز جسد الشهيد الشاب عبد العزيز العبار شاهد آخر على وحشية الكيان الخليفي الفاقد للشرعية والمنسلخ عن القيم الإنسانية، ويبرهن إن هذا الكيان الدموي معدوم الضمير وتديره حفنة من المجرمين القتلة. لذا فإن تخليص جسد الشهيد جيل في أعناقنا جميعا. لذا ندعو شعبنا العزيز للتضامن بكافة السبل مع أسرته ووضع تحرير جسده الطاهر بأعيننا. ثالثا، المشاركة الفعالة في المسيرات والفعاليات التي يقوم بها شباب الثورة بشكل يومي، والتي تعبر عن إرادة الثورة ومكنونها، كما ندعو لتصعيد زخم تلك الفعاليات والحضور فيها بكل عزيمة وإصرار. رابعا، رفض الإملاءات الغربية وخصوصا الأمريكية منها والبريطانية، فلقد أثبتت التجارب إن هاتان ليستا سوى رعاة لمصالحهما وللأنظمة الدكتاتورية في المنطقة، ونؤكد أي طرح سياسي لا يلبي تطلعات وحق شعب البحرين في تقرير مصيره وإنهاء الحكم الدكتاتوري الخليفي، هو طرح مرفوض شعبيا كونه يهدف إلى تشطير المعارضة وإفراد أهداف الثورة من محتواها. خامسا، ندعو للنزول الواسع للعاصمة البحرينية المنامة بكل قوة وزخم، فلا يمكن أن تكون العاصمة خارج نطاق الثورة وفعاليات الثوار، وعليها نحث على التحشيد والمشاركة الفعالة والواسعة في الفعالية الكبرى تحت شعار ميداننا المنامة، والتي سوف تنطلق يوم السابع عشر من شهر مايو الجاري. المجد والخلود للشهداء ثورة اللؤلؤ الأبرار، الحرية للأسرى والأسيرات بالسجون الخليفية، التحية والتقدير لشعبنا الأبي المقاوم، صادر بتاريخ 5 مايو 2014. القوى الثورية المعارضة، ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير، تيار الوفاء الإسلامي، تيار العمل الإسلامي، حركة خلاص، حركة أحرار البحرين، حركة الحريات والديمقراطية حق.